اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا. بالاسابيع الماضيه رافقتونا انا وحيدر خلال 13 حلقه من برنامج حكاية وخفايا، التقينا بها ببعض نجوم الفن والاعلام بالعالم العربي. اليوم في هذه الحلقه جمعنا لكم ابرز الفقرات بالحوار اللي اجرى حيدر وياهم وراح نذكركم بها. التجربة المتميزة اللي يمتلكها ضيف حلقتنا بعالم الإعلام ما يمكن نكرانها أبداً. اتكلم مع حيدر عن رأيه بهذه التجربة وتحدث معاه عن رأيه بمواقع الإعلام في العراق حالياً. والله يا أخي الكريم، الإعلام عندنا هو نتاج المرحلة البائسة اللي تحكي عنها، اللي عندنا تقصد بالعراق للمنطقة العربية، بالمنطقة العربية نعم. أيضاً وفي العراق بصورة خاصة. يعني في العراق يعني الحالة الفوضوية من السياسة والاقتصاد والعلاقات وما يحيط بنا من يعني تزوير وأوهام تحت المحاصصة بمحاصصة. أنا ما أريد أحكي بالسياسة لا. بس السياسة تتدخل بشؤوننا، لازم نحكي فيها يعني بالسياسة. يعني هذا الوضع يعني الآن محطاتنا التلفزيونية أو خطابنا الإعلامي هو نتاج هذا المجتمع ونتاج هذا المنطق. والآن المحطات التلفزيونية اللي تحكي عنها 65 محطة الموجودة كل واحدة تنتمي إلى جهة تمولها. هل بالضرورة أن يرتبط الإعلام بالسياسة؟ لازم يرتبط الإعلام، ما ممكن يكون حيادي، ما ممكن يكون مستقل. يعني حتى المدى هذه قناة معروف عنها أنها قناة مستقلة، بس يجب أن تراعي كثير من الأمور، تراعي مصالحها المادية والاقتصادية. وإحنا مع الأسف يعني المدى الحمد لله فيها شيء من الحرية الاستقلالية، بس أكو محطات تتبع أحزاب وفئات وتشكيلات. وإحنا بالعراق الآن من الناحية النظرية ما عندنا يعني شو نسميها ملاحقات أمنية نخاف منها، بس عندنا ملاحقات من أحزاب. أنا لما أحكي شيء معين أمدحك أخاف واحد ما يحبك يجي يضربني، أو أدمك أكو واحد يحبك يجي يضربني. يعني الآن عندنا وضع قلق جدا، والتمويل بالعراق ما موجود. محطات التلفزيون تحتاج إلى تمويل، التمويل يأتي من الإعلان. الإعلان لحد الآن لا يغذي المحطات التلفزيونية العراقية. هل تعرف بأن حجم مردود الإعلان في الإمارات يزيد على مليار دولار في السنة؟ مليار دولار وزعها على المحطات، كل واحدة تطلع على 10 ملايين و15 مليون، شيء عظيم. لا يوجد. فأنت مضطر أما تتكئ على حزب أو كتلة سياسية أو توجه ديني معين أو أو سرسختك عفوا يعني. زين شنو معناها؟ يعني في ناس يحتالون حتى يحصلون فلوس. سختك يعني هو يتظاهر بشيء معين أو يجي يتقرب لك أو يشتمك أو يعني نوع من الابتزاز. إذا معناها مثل ما فهمت بالضبط. فلتقصوها، خليكم جريئين. لا ما نقصها. طيب هاي المشكلة يعيش بها العراق فقط أم العالم العربي برأيك اليوم أيضا يعاني من هاي المشكلة بدرجة أو بأخرى؟ طبعا شوف، أنا أعتقد في العراق أكثر من غيرها. لأن العراق اختلاط الأوراق، خلطها وتعدد الكتل السياسية أو الدينية أو الاجتماعية اللي موجودة، والصراعات على المكاسب والحرية أيضا. الحرية ضرر. يعني في مصر الآن في محطات كثيرة، بس مصر في تقاليد أكثر من عندنا. يعني في المحطات التلفزيونية المصرية الذين أسسوها صحيح أصحاب أموال، بس أصحاب مؤسسات. إحنا أريد أقول كلمة ربما يزعل من الكثيرين، أكو ناس كثيرين بالعراق يسمون أنفسهم رجال أعمال، هم ما لهم علاقة برجال الأعمال. هم في أحسن حالتهم تقدر تسميهم تجار. يعني التاجر يبيع هالكرسي حتى يربح بسرعة، وكم كرسي يبيع ويريد ياخذ له مقاوله حتى يبني له بنايه مدرسه ولا كذا ويربح من عندها. بس رجل الاعمال يبني مؤسسه تنمو وتكبر. احنا ما احنا رجال اعمال، وخلي يزعلون مني رجال الاعمال. يعني عندنا تجار، وما اريد اقول بقالين، بعضهم بقالين نعم يريد يروح يبيع له كذا شغله حتى يربح. اما رجال اعمال يسوون مؤسسات
ويرعونها وتكون لهم خطط مستقبلية، يعني أشك في ذلك. يا ريت تسمي لي واحد. حيدر سأل ضيفنا عن رأيه بالمشاكل اللي تشعلها مواقع التواصل الاجتماعي بين النجوم، وتحدث معه أيضا عن بعض المشاكل بينه وبين بعض الفنانين. يا ترى مع منو من الفنانين جو عنده مشاكل، وشنو طبيعة هاي المشاكل اللي تحدث مع حيدر؟ خلينا نشوف أسرار. طبعك جو، أنت تحب القيل والقال أو لا؟ خصوصا أنه بالموروث الشعبي عندنا، إذا تتذكر الحلاق الكوافير حاليا أو المزين أنتو تسموه، دائما كل أسرار العائلات المنطقة يم، كل أسرار أهل المنطقة يم، يعرف فلان عنده، يعرف فلان شو عمل، فلان شو عنده مناسبة، لأنه الواحد هو عم بيحكي. وكثير بالدراما السورية والمصرية لاحظ أنه الحلاق يحب يعني يترصد ويتقصى الأخبار، شو صار عند بيت فلان، شو بهم بيت فلان. أنت بطبعك تحب القيل والقال أم لا؟ أنا ما بحب القيل والقال. نعم. والدليل على ذلك اشتغلت مع كتير نجوم بالعالم العربي، وأنا كنت دايما صلح خير. أنا صلحت أحلام مع أصالة بالوقت اللي كانت النار بيناتهم. نعم. أنا دايما أسعى للخير. أوكي، يا ما أكون مع ماجد الرومي، قرب وجهة نظر لهيدي لهيدي هيك، لكن أي لساني صليط جريء ما بسكت، يلي بيجرب يقرب صوبي برد وبنكشله كل تاريخه، بقول له تفضل، ها هيدا هو حطيت لك هو على صحن. زين هذا شو تسمي؟ تحب القيل والقال دفاع؟ لا، القيل والقال لما تنقل وقالوا انه وانه وقال في فرق، لكن لما انا حدا يهجم علي انا عم كون بمكان المدافع. في فرق لما تحط لاعب هجوم وتحط لاعب عم بيدافع، انا عم بيدافع عن حالي. انا في الساحة الفنية منا سهلة، واصلا انصدمت فيها، لكن لحقت وفت صرت بنص المعركة. إذا انسحبت حيقولوا فشل وما عارف يغني والناس ما حبته، فما عندي كان خيار غير امشي كمل، اتكل على الله وكمل. لكن بكمل كمان، انا عندي من عزة نفسي وعندي من شخصيتي وعندي من اسمي ومن شرفي. لما حدا يدق فيك وبعائلتك وبامك، المسبات تنزل على امك مثل المطر، ويسبوا بشرفها، شو لازم تقول لا انه ما لازم جاوب حتى ما يقولوا عنك قيل وقال؟ بجاوب وبقص كل لسان بيتجرأ وبيتطاول على امي. هيدا امي خط احمر، ينتقدوا فني، ينتقدوا شكلي. جو انت تتكلم الان عن مشكلتك ويا شذا حسون، خصوصا انه انت ما بدي احكي معك، انه انت الله يخليك احكينا بشذا ليوم الحكي. شذا بالنسبه لا خلص ما بدي احكي بموضوع، لا جو خلينا نكفي بهذا الموضوع. ليش؟ انت قبل شويه قلت اللي هاجمني اني ايضا عندي لسان واقدر ادافع عن انا نفسي. مش بس كثير هاجمت ناس طاولوا علي. نعم. وافتروا علي، لكن انت قلت عن شذا وسائل التواصل الاجتماعي وباللقاءات التلفزيونيه انه شذا خلت تتذكر يوم انه انا عملت لها شعرها ببلاش وقطعت تكت على حسابي توي من امريكا لدبي حتى اعمل لها شعرها، ولا فلس أخذت ببلاش. طيب أنت من حقك الدافع، لكن البعض يعني يمكن يشوف أنه أنت عملت منيحة مثل ما تقول معها، أنت مسوي فضل عليها، ليش يجي اليوم اللي تعيرها بهذا الفضل؟ حتى وأن هي كانت غلطانة بحقك، المفروض أنت ما تقول مثل هيك أسرار، خصوصا أنه الكوافير المعروف عنه مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه أسرار جميع الفنانين والفنانات وزبائن تكون يمه، ومن أولى مميزات عمله ومن أولى مسائل ودواعي الاعتزاز به أنه هو يكون كتوم وحريص على السر، فبالتالي الفنان يبقى متمسك به ويبقى يعمل معه. يعني البعض قد يعتبر انه انت افشيت اسرار شذا. افشيت اسرار؟ خبرتكم اسرار شو بتعمل؟ قلت لكم هي وين بتروح شو بتسوي؟ ما حكيت عن هيك اشياء. انا لو بدي احكي اسرار بعمل كتاب. قلت انه انا عملت لها شعرها ببلاش. استاذ حيدر. نعم. استاذ حيدر. نعم. اذا سمحت، انا لو بدي احكي اسرار بعمل كتاب اسمه كتاب الفضائح. اوكي، انا ما حكيت اسرار. طيب. وانا ما حكيت شيء، انا حكيت وقائع. اوكي. واثنين، نقطة ضعفي أمي، ما حدا يجيب أمي، أمي ما بينقال عنها ش، ما حقول الكلام كلام رزيل. طيب. رزيء. سب أمي سورية، شو يعني إذا سورية؟ لما واحد يجي يقول لك يستعير بالسورية، ما لون السورية؟ شو اسمه نزار قباني وصباح فخري وميادة الحناوي؟ لا بالتأكيد على العين وعلى رأس السوريين، يعني شو أخواني. وعدين بعدين تقول على لبنان زبالة، بلدي هيدي. إذا حدا بيقول لي عن بلدي زبالة، لبنان
عملت وساعدت وعملتك ونظفتك وعملتك نجمة وساعدتك بلوكيتك وأنا واحد من الناس اللي اشتغلوا لك، نحن ما بنستاهل هيدا الكلام. يعني ما علي ما أنتوا اليوم بتقولوا الله ينعل سب الناس، الله ينعل بخلي الناس تسبوا. أنا دفعت عن حالي، أنا ما حكيت كذب، أنا ما افتريت على حدا. وبعدين بتعرف شو كان المطلوب؟ يعني لما المحامي تعولة حكيني وقال لي بدك صرح، ما قلت لا، قلت بصالح، بس كل اللي طلبته شيء بسيط، تطلع وتقول على تويتر تويت واحد يا جماعة اللي هيدا انكتب، اللي هيدا انكتب لا يمسني، جورعد صديقي بلا الصداقة، جورعد ما دخله باللي انكتب، واللي كتب ما بيمسني لألي. لكن وبالعكس طلعت من فتره، طلعت من فتره طلعت وجابوا لها شو قصتك مع الجورات، ما تجيبوا لي سيره الجورات. طيب ما زال ما تجيبوا سيره الجورات لكان اخي. خلينا نتكلم عن اصل المشكله، جائز الجمهور العراقي ما يعرفها. كيف تكونت المشكله بالاصل؟ المشكله كلها ما فيها، كان في مسنه الماضيه اللي قبلها كان في حمله لدعم الجيش اللبناني، وكان كتير من الفنانين عم يعملوا حفلات دعم للجيش اللبناني، يجمعوا المصاري ويعملوا دعم للجيش اللبناني. فكان في مهرجان، في استاذ اسمه راغد قيس، صاحب شرطة المشاهير، موقع شرطة المشاهير، هذا الموقع بيكتب فضائح. نعم. فقام راح حيدا قال انه بدهم يعملوا بدير القمر مهرجان بيسال 20,000 شخص، طلبوا مني انه انا شارك للجيش اللبناني، طبعا جيشي هيدا، هيدا بلدي. طيب. قلت اوكي. قالوا لي مين بتحب تجيب معك؟ قلت لهم قولوا لشذا. ادمني يعني، مش عم بحكي عن حالي وتهذيبي، بس عن جد انا كتير هيك حريص انه كل الاشياء تكون يعني بتهذيب. قلت له ما تقول انه انا اقترحت اسمه، دقوا له وقولوا انه نحن بدنا اياك ونجيب معك الجو. تفاجئوا هن، طلبت 30,000 دولار وقالت تبعدوا اسم الجورعد، انا بدي غني بالمهرجان. بهيدا الوقت اصلا المهرجان شافوا انه شذا ما عندها جمهور بلبنان وما فيها تقوم بالمهرجان لوحده، اقترحوا اسم. طيب. الفنان ملحم زين. هي اعتبرت انه انا يلي طيرت للمهرجان، شو انا؟ طيب. انا ما بيطلع بايدي شيء، يعني انا شو دخلني؟ تعرف انه شذا هي ايش قالت او كيف فهم الموضوع، يعني من خلال ما صرحت بالميديا، ذكرت انه هذا الشخص اللي عرض عليها الحفله هو صديق الجو، وايضا يملك احد المواقع الالكترونيه الفنيه، هو صديق الكل. هي اعتذرت، يعني هو عرض عليها وشذا هي اللي اعتذرت عن الحفله وما رادت تعمل الحفله، بالتالي بما انه هو صديقك فانت زعلت، كيف ترفض عرض صديقي؟ هذا الشخص اللي يمتلك موقع الكتروني فني، ايش عمل؟ عمل لقاء مع سيده تدعى امل معاطي، اللي يعرفها الجمهور، خليني يكفي لو سمحت، اللي يعرفها الجمهور بكلمه انقرض الرجال. اوكي. ومعروفه انه هي تهاجم الفنانات. هاجمت شذا حسون، ومثل ما تقول شذا انه هذا الهجوم هو بتوصية من صاحب الموقع الالكتروني وتوصية من طب انت جور. انت عم تقول حضرتك. نعم. بتعرف شو قالي؟ بتعرف شو الهجوم اللي هجم؟ هذا هجوم. شو الهجوم؟ قال له بتعرفي شذا حسون؟ قلت له ما بعرفه. نعم. عادي، انا هداك اليوم في حدا فتت ما عرفني. ضيف حلقتنا لهذا اليوم فنان مبدع يمتلك مسيرة فنية متميزة وعمل بكثير من مجالات الفن والإبداع. ضيفنا لهذا اليوم هو الفنان غانم حميد. قبل امتهان التمثيل واحتراف التمثيل مارست عدة مهن أخرى، شنو أبرز هاي المهن وكيف ساعدتك بتجسيد الشخصيات والأدوار؟ بالتأكيد الإنسان يكتسب خبرات من حياته، من المواقف اللي يمر بيها أو يشاهد غيره يمر بيها، من المهن اللي يمتهنها، من المجالات اللي يقتحمها، فبالتالي ساعده بتجسيد الأدوار على المسرح، بتركيب الشخصية المعينة. شنو أبرز هاي المهن غير التمثيل وكيف ساعدتك بتجربتك المسرحية أو حتى التمثيلية بالدراما؟ ابتداء عمر التمثيل ما كان مهنة. نعم. يعني إذا كان الآن إحنا عندنا الفرقة القومية أو الفرقة الوطنية ناس يأخذون راتب، أيضا راتب غير مجزي، فبالتالي أكو مهن موازية بالضرورة حتى ممكن أن تكون أسرة. أنا من الطفولة أخوتي صياغ ذهب. أصلا يعني عندنا محلات في النجف، أخوتي يصيغون الذهب وأنا كنت عامل عندهم أتعلم منهم، وبعدين عفت محلات صياغة الذهب أيضا أنا صغير، يعني مرغبت بالمهنة، رحت تعلمت الخياطة. وأيضا فترة معينة تعرف حضرتك كنا قبل بالعطلة نشتغل. يعني
والعائلة أو فلسفة رب العائلة كان يدفع باتجاه أنه لازم تتعلم مهنة، لازم تعرف، لازم كيف تستقي إيرادك وأنت صغير، أن تعرف يعني. ومشت هاي التجربة حتى على مدايات الإعدادية والكلية، لذلك مريت من خلال العطل مريت بأكثر يعني من تجربة، يعني كنت صايغ ذهب، خياط، تورنتشي، دوشمتشي سيارات. بالكلية وأني أصبغ بالعطلة، بالعطلة أصبغ بيوت أني وأصدقائي، عندنا كان فريق جيد يعني نصبغ بيوت بشكل محترف يعني. فحالي حال أي فرد أو شاب ابن عائلة مكافحة، هم علموا أنه بالضرورة لازم يتعلم، بالضرورة لازم يستقي معيشته من المهنة الأهم مو المهنة الأقل. هم يعتبرون التمثيل وما لا ذلك، مثل ما قال والدي، قال أنه هاي المهنة ما راح تأكلك خبز بالمعنى يعني. طيب خليني ما أريد أني أستبق الأحداث وأغير بمراحل الإعداد، لكن خلينا نتوقف عند هاي الجزئية. الوالد كان يعني يستشرف المستقبل إلى نظرة بعيدة، يعني اليوم بعض الفنانين أو من ينظرون لواقع الفن يقول الفن بالعراق بالفعل ما يوكل خبز اليوم بسبب إهمال الدولة، بسبب 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 بسبب. يعني برأيك اليوم صحت وصدقت كلمة الوالد؟ والله صحت وصدقت مو اليوم بس، قبلا وآتيا بصراحة. يعني احنا يعني نخرج من زمن وندخل بزمن آخر أكثر صعوبة منه. الزمن السابق نعم ماكو اهتمام جوهري بالفن، وسيس الفن وجعل واحدة من أدوات السلطة، لكن الآن لا هو واحدة من أدوات السلطة ولا هو من أدوات الحقيقية بالتعبير على الأقل من وجهة نظر الدولة. ما هو الفن كقيمة؟ لا، الفن يغير، الفن إلى القدرة على يبني مجتمع. نعم، يبني 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 مجتمع ويبني فرد قبل المجتمع. والله يعني بقولة الوالد يبدو عنده فهم نفسي جيد لطبيعة المعيشة العراقية، طبيعة القرار العراقي، لذلك هو كان يعني بالإجبار يأخذني. كان عندنا مثلا كان عندنا مقهى احنا معروفة بالنجف وفي منطقة اسمها منطقة خان المخضر اللي أنا نشأت بيها. كان مقهى معروف وكان يجيبني بالقوة حتى اشتغل بالمقهى، وفعلا هاي واحدة من الأشياء اللي أيضا أضافت لي بالحياة يعني. وبعدها أخذ هو أخذ يعني ضاف للمقهى أخذ مطعم أيضا معروف بالمدينة، وعملت أيضا بالفندق اللي تمتلك العائلة وراها ورا المطعم. جايك أخذنا فندق أيضا معروف في مدينة النجف بشارع زين العابدين، وفندق زين العابدين كان أيضا وجبرني على أنه أشتغل بهاي الأماكن اللي تعطينا فلوس تعيشنا. وكان يمنعني بالقوة من المسرح في أحيان كثيرة، عندما يبعث أخوي الكبير أو اللي أكبر مني في يوم من الأيام أنا على المسرح وطلعت بمشهد حتى أرجع مرة ثانية، أخويا كمشني ما خلاني أرجع بالمشهد الوراه. زين، القصد كان سلطة الأب وتكوين الأسرة وطبيعتها لها قيمة ولها قدرة، وبالتالي ما عدنا مناص في أنه لنطيع يعني. التجربة المسرحية الرائدة والمتميزة اللي يمتلكها الدكتور سامي عبد الحميد خلتنا نسأله عن رأيه بالحركة الفنية بالعراق حاليا وبواقع المسرح العراقي بالتحديد، وكيف ممكن أنه نرتقي به. خلينا نشوف شنو كان الجواب. مسرح العراق مسرح من بدايته. مين طلع؟ طلع من الطقوس الدينية. طيب زين، الطقوس الدينية طقوس محترمة عالية. رفيعة روحية، اسمها مقدسة. فالمسرح المفروض يكون مقدس. أما أن نشوه هذا المبدأ تقديس المسرح المسرح المقدس، نشوهه ونسويه مبتذل، هذا أنا اللي ضده. زائدا أيضا ذكرت بداية الحديث أنه إحنا بتوجهنا لما دخلنا سوينا الفرقة الحديث توجهنا المسرح أداة للتوجيه، للتوعية، للتغيير. أما أن يصير المسرح أداة فقط للتسلية، يعني يكون هدفه وسيلته وهدفه التسلية، لا والله هذا ما يصير مسرح. طيب يصير سهل، بدأوا يستسهلوا الحقيقة.
يعني بعض المجموعات بدأوا يستسهلون العمل. العلاج شنو دكتور؟ كيف نعالج هاي الظواهر الطارئة على المسرح العراقي؟ أنا أقول لك أستاذ حيدر، أكو فشي نقطة كلش مهمة. لحد الآن، لحد الآن المسرح في الوطن العربي في كل بلاد العربي من المغرب إلى الكويت لم يؤسس تقاليد كما هي تقاليد المسرح الإنجليزي أو المسرح الفرنسي أو المسرح الروسي أو المسرح لم يؤسس تقاليد. ومن جملة هذه التقاليد حتى المسرح العراقي مؤسس؟ حتى المسرح العراقي طبعا، ولا المسرح السوري ولا المسرح المصري. من جملة هذه التقاليد، من جملة هذه التقاليد أنه لما يصير مسرح وطني أو مسرح تابع للدولة يجب أن يكون له برنامج مستمر تقدم به مسرحيات من مختلف الأنواع، تراجيديا، كوميديا، فارس، كلاسيكية، رومانتيكية، واقعية، رمزية. لحد الآن لا الفرقة الوطنية في المغرب في الرباط سوت هذا البرنامج، ولا في تونس وعندها فرقة محترمة ما سوت هذا، ولا سوريا ولا مصر. المسرح القومي لهسه تروح تلقي ما بيعرض المسرح القومي هذا بوسط القاهرة. نعم. يعني بالسنة يمكن يطلعون عرضين. طيب الحين المسرح الوطني الإنجليزي مستمر ماكو ما يتوقف. إحنا بالعراق أزمتنا اليوم وين؟ أزمة المسرح؟ نعم. ما عندنا أزمة، ولكن يعني مو المال. كثير يقولون المال اليوم ما دا يخلينا نبدأ. هذه إحنا كنا، إحنا فرقتنا كنا نشتغل من جيوبنا. نعم. يعني هو اللي يحب المسرح وقتها يعني كنا نحب المسرح ما نفكر نحصل أو ما نحصل. هسه صارت هاي الاتجاه الاستهلاكي، هسه صار هذا بالايام الاخيره. المهم يعني من مشاكلنا اولا الفرقه الوطنيه، يعني تروح هواي ايام ما تلقي عرض مسرح او تلقي عرض مسرحي من هذا الواطع جدا بالمسرح الوطني. هذا المسرح الوطني واطع، ما تشوف مسرحيات مثل ما كانت قبل تقدم مسرحيات شكسبير، إبسن، مؤلفين عراقيين معروفين مثل عادل كاظم، مثل فلاح شاكر، مثل نور الدين فارس، مثل زنقنة، عجيب، طه سالم. إذن بالتالي المشكلة هي بسبب الفنان أو عدم وجود الفنان أو قلة الكفاءة الموجودة حاليا؟ بسبب الجهات المسؤولة، جهات المسؤولة اللي تدير المسرح المسرح الوطني، يدير الفرقة القومية يسموها الفرقة الوطنية. الجهات المسؤولة ما عادت تخلي خطة للعمل، خطة سنوية للعمل المسرحي، وإنما عدت فاطين مثل ما يقولون أو ياهو اللي يجي يقول أنا عندي عرض يلا كتبون الفرقة الوطنية. ليش هي هالشكل؟ لازم أكو خطة سنوية بها برنامج. انت تعرف كمتفرج كهاوي مسرح تعرف في الشهر الفلاني اكو فلان مسرحيه، الشهر الوراء غير مسرحيه، الشهر وهكذا. زائدا مع الاسف الان كانت هناك عدد من الفرق الاهليه اللي انا اسميها الفرق الخاصه. بالفعل اليوم وين دور الفرق الاهليه في نشاط المسرح العراقي؟ جمدت، انحلت كلهم. فرقتنا الشعبي، اتحاد الفنانين، مسرح اليوم، مسرح بغداد، بس ما بغداد هسه يقدمون مسرحيات اطفال ما ادري شنو. هذه جمدت والسبب واضح شنو. اولا اعضاء الفرق، هاي الفرق فرقه وراحه، وقسم تاجره وقسم بقى وقسم تركوا العمل. زائدا ماكو معونه ماليه تسندهم. اذا ماكو مبلغ للانتاج يعني شلون؟ نعم. إذا ماكو مبلغ للإنتاج شلون تطلع مسرحية؟ ما تقدر. قبل والله الآن الكلفة عالية. أنت لما تريد تسوي ديكور يكلفك كذا. إذا بالتأكيد الجانب المادي راد يكون محسوب. إن شاء الله يعود المسرح العراقي ينهض من جديد بوجود عمالقة مثل الدكتور سامي عبد الحميد. أستاذ عيدر تدري أنا شو أقول؟ الآن المسرح العراقي أعرج، يمشي على ساق واحدة. بسبب عدم وجود المسارح والفرق الأهلية. نعم. لأن الفرق الأهلية كانت منافسة لفرقة الدولة، بل تقدم أعمال أفضل من مسارح الدولة. ما
ضيفنا تحدث مع حيدر عن بعض القصائد اللي كتبها، وتحدث أيضا عن مسابقات وبرامج الشعر اللي انتشرت بالفترة الأخيرة، وكذلك تحدث عن رأيه بالأغنية الشعبية حاليا وخصوصا بالعراق. أصبح عندي من كثر الاستهزاء رد فعل قوي، بحيث أنا الآن مجامل ودبلوماسي من الطراز الأول، ما يتقدم لي أحد بقصيدة أو مشورة إلا أشجعه مهما كانت، وحتى لو أتعب. بعض الناس تعبت معاهم من البداية والآن هم أسماء كبيرة والحمد لله. رد الفعل مال الاستهزاء اللي مريت به صار معاكس عندي، قمت أحتضن أي موهبة، أقول ربما هذا راح يصير لشيء، يعني هذه أثرها، يعني صار معاكس لدرجة مرات أكون بعض الإخوان يقول لا ما تصلح تكون حكم لأنه يعني جدا دبلوماسي. لا أخي مو دبلوماسي، يعني حتى لو كان ما موهوب أنا أحس بالحرقة اللي 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 خلته يسهر ويكتب على الورق، وفعلا طلع منهم. وهذا هو سبب ابتعادك عن المشاركة بلجان تحكيم بعض البرامج المعينة خصوصا المختصة بالشعر؟ بالضبط، وجهت لي الدعوة. نعم. وحتى في الإمارات وفي أكثر من مكان، وبرامج عندنا حتى برامج عراقية، اعتذرت لأنه أنا ما أصلح حكم أبدا ولا أصلح أكون بالكراسي الأولى. أنا لليوم أحس نفسي مبتدئ، ما أعرف الحكم، يعني تحكم على قصيدة وتحكم على صوت وتحكم على ما صعب عليها. طيب تذكر أول قصيدة بعالم الاحتراف، قصيدة متكاملة بالفعل. القصيدة المتكاملة أنا بنفس الوقت طبعا الكتابة بالشعبي وبالفصحى. نعم. حتى القصة مرة واحدة، وحتى نصحوني كثير من الأدباء والأصدقاء والأساتذة إنه هذا التشتت يمكن يضيعني. نعم. وحاولت لكن ما قدرت، أنا لليوم أكتب القصيدة الفصحى والشعبية إذا كانت التفعيلة أو العمودية، والقصة ما انقطعت عنها، ولليوم ما انقطعت عن الكتابة للأطفال. يعني لليوم عندي مجاميع يمكن عبرت 20 مجموعة للأطفال. نعم. في على صعيد القصة أو الرواية. فالقصيدة الأولى المتكاملة هي اسمها قطرة، نشرت بالراصد، وكان اللي نشرها الأديب الكبير جمعة اللامي القاص والروائي. كم كان عمرك بوقتها؟ والله ما أتذكر العمر، بس هي بدت المرحلة المتوسطة. متوسطة. طيب وراها قصيدة مهمة جدا، هاي نشرت أول قصيدة تنشر شعبية في جريدة الراصد، كان مسؤول الصفحة الله يرحمه الأديب الصحفي سعيد الأسدي، بس اللي أخذها بإيده هو الأديب الكبير جمعة اللامي، لأنه أنا كنت أعرفه وأعطيته سلمت القصيدة. أما القصيدة اللي الأولى اللي قرأتها أمام جمهور فهذه قصتها قصة. قبل لا تبدأ بقصتها أحكي لي على قطرة، يعني ولو أبيات بسيطة إذا تتذكرها. نداك مبلل الديرة وخيالك شايل القمرة، حوافر خيل كان أحسها طبل زفة، للأسف ما أتذكر. بس اللي أتذكر قصيدة حصاد الديرة اللي بعدها. نعم. هذه القصيدة لفتت النظر إلي كقصيدة منشورة، بس القصيدة المهمة اللي شاركت. نعم. فيها في أول مهرجان ألقيتها أمام جمهور. أي مهرجان؟ مهرجان الشعر الشعبي بالعراق 1972. أيضا كنت بالمتوسطة؟ لا خلصت المتوسطة، أنا بقيت. نعم. بالإعدادية. طيب شنو قصتها؟ كان قصتها انه القصيده كتبتها وانا نفسي كنت مبهور بكتابتها، لان اجت كانما خزين لشيء كان بداخلي كبير. كنت ادور عن الشاعر كاظم اسماعيل القاطع. نعم. واوصلني الى الشاعر يعني المرحوم جاسم التنيني. رحت للاستاذ كاظم وبكل طيبة وكل سماحة صدر ورحابة صدر قلت لأني فلان، قال أنا منتبه لك أنت تنشر قصائد فصحى بس ما قاري لك شعبي. أنا. مجلة الإذاعة والتلفزيون أستاذ كاظم عنده إقراء للقصائد في مجلة ركن للمواهب مجلة الإذاعة والتلفزيون، تفضل استريح. طبعا أنا كل ارتباك طبعا سمعت قصيدة حصاد الديرة وقصيدة مطولة،
يعني ما قال شيء، قال انتظرني شوي راح اغير ملابسه. قال لي تعال وياي. كان مبهور معجب بما عملته. رحنا يعني مفاجأة الكبرى، أخذني إلى مكان يلتقي فيه كبار شعراء القصيدة الشعبية، على رأسهم الشاعر الكبير شاكر السماوي والقاص فاضل الربيعي والشاعر عواد ناصر، ومن الشعراء الشباب كانوا اللي جالسين بداياتهم حميد قاسم الربيعي وكاظم الحميري وجمعة الحلفي من الشعراء الكبار، مجموعة وأدباء آخرين، موقع شعبي في مدينة الثورة، وكان عبارة عن منتدى أدبي. هذه المقاهين القديمة كانت منتديات أدبية. نعم بالتأكيد. يعني مكان شعلة تنوير ثقافي وفكري. فقال جبت لكم شاعر موهوب راح يفاجئكم. يعني ما تتصور، قام يتصبب العرق من جمهور الرباط طبعا امام قامات واسماء في عالم القصيده الشعبيه. فانا من النوع اللي كنت خجول، حتى لما ينقال اسمي بالمدرسه، لما المعلم ينادي بالاسماء صوتي بالكاد يطلع. شلون امام الشعراء الكبار راح اقرانا؟ كان اسمك بوقتها كريم العراقي لو اسمك لا كريم العراقي. اي من البدايه يعني انت من البدايه اختاريت الاسم؟ من البدايه، حتى سالني الاستاذ، استاذي كان دكتور حسن الشرع، قلت له اختاريت اسم، او قبل استاذ سعد خلوصي، هذول اساتذه ما انساهم لانه كانوا رائعين. ما كان يعني لما تسمحهم رغم كل شيء في تشجيع ان استمر ان اقرا. فقال لي، قلت له اختاريت لقب كان درس المطالعه يخلي 10 دقائق للمواهب. هاي مره بالاسبوع، وانا من ضمنهم كنت. كان معي بالمدرسة الصديق الأديب الروائي الراقي عبد الله صخي، وكان رشيد الخيون، رشيد الخيون وعبد الله صخي معي بالإعدادية بعد مرحلة من الأسماء اللي لمعت وصار. فكنت أقرأ، قال بالأخير ما أقول اسم الوالد واسم الجد، قلت كريم العراقي. قال سميت نفسك كريم العراقي؟ قلت لا أستاذ. قال بس هذا ابني اسم كبير، اسم بنك، تقدر تقول بنك العراقي أو فريق العراقي، فإن شاء الله تكون جدير به، اسم كبير راح يخليك أمام مسؤولية كونك تحمل اسم العراق. بالضبط، هذا هو اللي صار. صعدت على المسرح بيومها؟ أي صعدت، بس أول مرة سمعت الشاكر السماوي، الأستاذ شاكر والشعراء، هذه القصيدة. الكبير شاكر السماوي فتح جنوته وطلع ورقة وكتب اسمي دعوة للمهرجان الشعري على مستوى العراق. ممتاز. يعني أنا بمسرح مدرسي ما قاري. نعم. على طول إلى المسرح الكبير، إلى كان المهرجان كبير وفخم برعاية وزير الثقافة بوقتها شفيق الكمالي. أما الأمسيات فموزعة على محافظتين، الديوانية والسمارة. وأنا طلعت ما أعرف إيش أسوي. كانت حيرتي بالأجرة اللي راح أسافر بها، كانت الأجرة 3 دنانير بالقطار. نعم. إلى السماوة قيمتها غالية كثير بذاك الوقت، 3 دنانير. فكنت محتار، المبلغ صعب جدا. فتبرع أحد الشعراء اسمه كاظم الحميري بالأجرة ورحت شاركت بالمهرجان. أما اللحظة اللي نطق بها عريف الحفل اسمي، غبت عن الوعي، ما عرفت شو أسوي، والأسماء الكبيرة كيف راح أقول على المسرح. وصلت على المنصة، مسكت الميكروفون، الميكروفون يرجف وياي وينزل عرق مالح من كل مكان. أنا كنت أقرأ توقعت الناس بيسمعون زين، ما نسيت الأبيات هي ما عندي غيرها، قصيدة حافظها من النجيد، يعني تمشي وياي بكل لحظة. قرأت المقطع الأول، ويمكن الجمهور صفق شفقة على المشهد لكل أرجفان والماكر. ويا المقطع الأول اشتغل تصفيق مو طبيعي. نعم. كل مقطع يطلب الجمهور يعيده مرتين، يعني بقيت على المسرح أكثر من 10 دقائق، فكان نجاح مدوي. تتذكر أبيات القصيدة؟ قصيدة أتذكر منها اسمها حصاد الديرة، أدور عليك تايه
شوف اللهجة مالتي كانت جنوبية يعني. بعدين مرور الأيام بدأت تأخذ الطابع اللغة البيضاء. أدور عليك تايه طايح أجدامي وصوت أصوت ها طويل البال روحي مسايس أعظامي أغص بكلمة النجدة أومي وحسي طبقته عليك أكل عطش يا فرات أنخب نخوة الضامي وبيك حرورة التابوت وأنا الشاه بأضامي إش جايب للبحر دمذيب بيمن طيبنا نربيه بياهر واحنا تنظف الشمس المن تربي النور لو ماي البحر ينشف. قصيدة حتى أنا ما أعرف شلون كتبتها حتى صورها أكبر مني ومن عمري ومن وقتي. تجربة فنية رائعة امتزجت فيها عذوبة كلمات الشاعر الكبير كريم العراقي مع روعة الإحساس بصوت المطرب المتألق سعدون جابر وجمال ألحان الموسيقار المبدع بليغ حمدي. حيدر سأل ضيفنا عن هاي التجربة الفنية وسأل أيضا عن أروع قصيدة انكتبت عن الأم وتغنت بصوت سعدون جابر. خلينا نتابع. يعني ما أدري أقول لك سعدون وحب سعدون لأمه بعد سماعة للقصيدة. أما كيف كتبتها؟ كتبتها أنا كنت في ظرف استثنائي، كنت في السجن. وموضوع السجن كانت تهمة كبيرة، إنه الاتهام تنظيم عسكري داخل الجيش. بأي سنة؟ بال 74. تنظيم عسكري داخل الجيش يعني إعدام. حكمت بالإعدام. اي كحكم هي مكتوبه بس بعد التحقيق مستمر يعني التهمه يعني ما تنفذ الحكم ولا لو تنفذ كان انا موجود. فاللي صار انه تحت طائله هاي الماده يعني بعد ملابسات وتحقيقات طويله طلعت بريء منها. لكن هي المهم ان انت تكون في مكان، وكان الحرس اللي موجود بالسجن عرفني وما يقدر يكلمني الا اجت وجبته بالليل الأربعة الفجر نادى باسمي وهمس بإذني قال لي انت اذا عندك اي شيء انا ما عرفت هو عرفني. اخي كريم اذا عندك اي شيء اعترف به وقوله لان عندك والدتك ترى بالشارع قاعده على الرصيف بهالحر هذا. كانت بشهر 21/5 انا كنت 19/5 انسجنت 74 الخامس والسادس والسابع أول ثاني. قال بهالصيف هذا وخلي يمها مي وفارشة وتنتظر السيارات تروح. يعني هذا الحرس كان ابن منطقتك فيعرف الوالدة ويعرف بيتك. نعم. فايش عندك قوله؟ قلت له أنا ما عندي شيء. قال هذا قوله إلهم أنا شعلي حرس يعني. مع السلامة. وظلت ببالي تخيل الأمور وكذا. ما أدري هي تموت ما أدري أنا أموت ما تدري بهالحالة. وأنا بعد عز ذروتي الشعرية طالع. فكتبت يا أمي يا أم الوفا يا طيب من الجنة يا خيمة من حب وهنا جمعتنا بالحب كنا يا ماي عيون أمي قلبها البحر أمي سلام وخير أمي وجه يمطر محنة قمر ونجوم كنا تعرف تحمل هموم ولا تعرف المنة يا أغلى وأعز مخلوق عندي تعلمت الصبر منك يا يما الهوى أنت الهوى ومحتاجة شمة يا تربة طاهرة ودار ربينا بحبك صغار المحبة تنحني وتبوس إيدك ويصلي الوطن لعيونك يا جنة كبرت يا يما كبرت يا يما والأيام تمشي شفت ما يعادل الأم ثمن كل شيء يا يما الشمس من تمشي تمشي أسولف لأصدقائي شلون كنتي وبين الناس أسهر يا شمعتي وأسولف لأصدقائي شلون كنت تناديني حبيبي وذخر ليا بشيبي إش ما وفينا ما نقدر نجازي أنت النار وإحنا فروع منا تعلمنا الصبر من فكتبتها. لا. ظلت عندي إلى أن إجت نوبة الحرس اللي عرفني. قلت له عزيزي أنا ما أقدر حتى أطمئن على والدتي
لأن التحقيق ما أعرف شو وقت يخلص، بس وصل هاي القصيدة حتى يعرفون أني، لأن قال وصلت أخبار إنه أنت انعدمت، وصلت لك أخبار إنه انعدم، بس وصل هذه. طيب بالمعتقل من لكم أوراقك؟ لا هذا ما السليفون الجقاير، كتبت أروع أغنية وأروع قصيدة على السليفون الجقاير. دائما البسيط هو اللي يوصل للقلب ويبقى خالد للأبد إذا كان متوفر به الصدق وكان به الموهبة والإحساس، يوصل ما في شيء يخفى. قال لي كريم مستحيل، هذه تريد تورطنا أنت، هاي رسالة لجماعتك الحزبية تسوينا مشكلة. قلت له والله قصيدة. قلت له زين وصلها سعدون جابر، أنت ما تحب سعدون جابر؟ قال إيش قلت؟ أحب سعدون جابر، لو أم كلثوم ما وصلها، لو أم كلثوم ما وصلها، لأنه هذه وراها مشكلة. لغز شوف إيش كاتب أنت، ظلت عندي. المهم انتهت الأمور بلعت على خير براءات. وقلت لك أنا وصلت الفنان سعدون جابر، سمعها اللي كان سعدون متعلق بأمه وفاقتها من الطفولة، واختار عباس جميل ملحن أجمل أغنية للأم في العراق، سبقتنا اللي غريبة من بعد عينك يا أمه لزهور حسين، ولحنها أروع ما يكون من الحان المخرج نبيل إبراهيم، أيضا كان من الناس اللي متعلقين بأمه وموجودة كانت معاه عايش معها، بس يعني طلعت طلعها هي بالفيديو كليب. يعني الامرأة الكبيرة بالعمر اللي بكلب الأغنية أم نبيل، هي أم نبيل بالفعل، أم نبيل إبراهيم. وراح صور الأم بالبادية، صور الأم كردستان، وصور الأم بغداد، وأخذ أنواع الأمهات. التجربة الفنية الرائدة والمتميزة اللي يمتلكها الفنان سامي قفطان خلتنا نسأله عن رأيه بالحركة الفنية بالعراق حالياً وبواقع السينما والمسرح والدراما العراقية، وكيف ممكن أنه نرتقي بهن. خلينا نشوف شنو كان جوابه. بما أنه طرقت للإنتاج، والآن البعض يعتبر أنه مشكلة الإنتاج هي السبب الرئيسي وربما الأوحد يكون بشلل، خلينا نقول الفن العراقي بكافة مجالاته، ما نقول توقف تام، شبه توقف أو شلل للفن العراقي. برأيك أستاذ سامي اليوم الإنتاج فقط هو عنصر الفشل أو حجر العثرة في طريق إعادة النهوض بالفن العراقي؟ نعم، مو أكو شعار يقول من أين لك هذا؟ نعم، مو نشوف الراتب هالقد سعد سيارة ما أدري قد وعند بيتين ثلاثة، مو أكو شعار. نعم، لو يرفع شعار من أين لك هذا؟ يعني لو توضع الميزانية المقررة لهذا العمل، مسلسل كان أو فيلم أو أي نتاج فني، توضع بأيادي أمينة وتصرف كلها ضمن فقراتها كان نجحنا. بس من تصير ميزانية مليار أو مليار وربع لبعض الأفلام ويصرف على الفيلم نص مليار ونص يروح بالجيوب، طبعا الفيلم رح يطلع مهلهل، يطلع ضعيف. نعم. المشاركين ب مع احترام لهم يجيبون نجم نجمين وبعدين يقول لك انا ليش دا اجيب هذا ادفع له هالقد، هو غير كم صر يقوله هذه لانه ماكو رقيب، تعال انت يا منتج. نعم. انت وين صرفت الفلوس؟ جبت لي كم شريط؟ بيش الشريط؟ كم يوم اشتغلت؟ ايش اجرت؟ ما طيب برايك معالجه مشكله الانتاج هي سبيل النجاح حاليا؟ انا برايك اكو حلول اخرى ممكن. طبعا انك انت من تكون الجهة؟ نعم. هي المنتجة والعاملون بالإنتاج لهم خبرة. نعم. وشوية يعرفون الأنا أو ما يفكرون، ما هي مشكلتنا يا أخي أنت من راتبك 50,000 بالشهر. نعم. ورأساً صرت مليون، عذرا مو أنت قصدي، يقوم يفكر شلون يسويها مليونين. نعم. وإذا صارت مليونين لا تسويها سبعة، صارت سبعة يا باش لا تسويها 15. هذه الآن يعني منتشرة سواء كان بالوسط الفني أو غير الفني. نعم. بس من يقولك القناعة كنز ويحافظ يقول لسان العيشة طالعة، مو جاني هذا المبلغ خلي أسوي. أنت تدري مرات يعني يرصد مبلغ لمشهد معين بالبصرة. نعم. ليش بالبصرة؟ والله حتى يطلع شط العرض. طيب شط العرض حتى السفن تطلع. البعض يقول لك بصرة تعال خذ هذا الكادر كله وفندق وتجيبه بدجلة أنا بجادرية خلي بلم وطلع النار. هذا لا، هذول لازم يعاقبون. يقول تعال ليش؟ أو مثلا هاي القبب اللي بالموصل
بالموصل هاي ما كل الريازة العثمانية وقال لك يا سالم نانا انت يم البنك المركزي اكو هاي مال ذول التجار هذني هوايه صارت هسه قبل شويه بس هسه صارت كثير نعم. يعني اكو مسلسلات هو نفس الشارع انا اشوف نفس الشارع هاي الباب نفسه هل جزء نفس اللوكيشن الجزء صبغه سوداء الجزء الثاني سواها بيضاء وراس سواها زرقاء ونفس الشارع نعم مو هذا انت تلمت من جرف الابداع. ضيف حلقتنا لهذا اليوم يمتلك تجربة سينمائية ومسرحية وتلفزيونية متميزة، سألناه عن أبرز الأعمال الفنية اللي شارك بها على مستوى المسرح والسينما والتلفزيون. سامي قفطان من أكثر الفنانين العراقيين اللي شاركوا بأعمال سينمائية وأفلام سينمائية عراقية، إلى جانب السينما أعمال درامية متميزة، أعمال مسرحية متميزة تمثيلاً وإخراجاً بالمسرح. سامي قفطان وين يلقى نفسه من كل هذا؟ هويته وين؟ من الأقرب إلى قلب السينما، الدراما والتلفزيون أم المسرح؟ بالنسبة للتمثيل نعم التمثيل هو بالدرجة الأولى بس حتى التمثيل قبل الإخراج التمثيل هو بالدرجة الأولى نعم نعم لكن الإخراج إجا مو صدفة إنما التخطيط لكسر حالة كان يعيشها الجمهور نعم بالوقتها كان مسرحنا تعبوي كنا بالحرب نعم ففكرت أنزل لكن مقتنع أي شيء يقدم للناس للمشاهد بفائدة ما أتوانى عنه أكتب قصيدة ألحن أكتب قصة حافظ شيء من الشعر اللي تكتبه حضرتك خلنا نسمع أنا ارتجلت قصيدة نعم. بالمغرب بالمغرب نعم كنا بمسرحية بالأخير آخر رحنا عرناه 13 ولاية بالمغرب آخر يوم يذيعون أسماء الممثلين أنا باعتبارها كبيرهم في آخر واحد فكتبت وأنا على المسرح ورد خلف الكواليس وطلعت قلتهم يا بدل ما أحييكم أديها كم كلمة فقلت خجل الجمال لأنكم أجمل والورد قال لعطره ارحل فالعطر بين صغيركم وكبيركم وقريبكم وبعيدكم حل ما أن نشير بأصبع حتى نرى ما نبتغي هل وسما لعلو شموخكم لهب المحبة صار مرجل الشهد بين شفاهنا فإذا افترقنا صار حنظل ما أن نفارق أرضكم حتى يصير الدمع جدول يا حاملا حب العراق هدية بالله افعل من رام غير وصالكم أو خان هذا الحب يقتل الله جميل جدا هذا يعني أشبه بالارتجال بس ما قلت لي هسه لحد الان منو الاقرب الى قلبك تمثيل. السينما تمثيل لكن السينما في كل مكان في كل مكان تلفزيون مسرح المسرح نعم الا نكهة تحمل مسؤوليه اكثر يعني تروح المعركه لازم تحسب حسابها نعم معركتك مع التلفزيون مطمئن انه غلطت وعيدوا وجيبوا ما يخالف مع السينما نعم تخطئ لكن بيئك وجل وخوف لأن إعادة اللقطة بالسينما تحتاج إلى تحضير أكثر نعم. من التلفزيون التلفزيون كاميرا شالها خلاها بس بالسينما لا بالمسرح الحرب تكون أقوى وأقسى أنه أنت لازم تكون حافظ 100% بس ردود الفعل وين؟ بالتلفزيون باهتة بالسينما شوية بدأت الوضوح أكثر بالمسرح لا ردود الفعل تعطيك نوع من الغرور الفني انه باوع شوف ناس بدات تصفق وتجي لحظه تقديم التحيه ويصفقوا لك نعم هاي بالتلفزيون ما حد يسوي لك اياها ولا بالسينما قد يكون انا بالسينما في مدينه سان سبستيان باسبانيا رحت مع فيلمي زمان رجل القصب ومشيت على الكاربت الاحمر حسيت بفخر لاني مع مجموعه عشرات الممثلين العالميين نعم أستاذ سامي حدثني عن أبرز المهرجانات اللي شاركت بها وأقرب الجوائز اللي تكرمت بها إلى قلبك المهرجانات المسرحية كانت الفرق القومية للتمثيل السافر باستمرار للدول العربية أحلى مكان عرضنا به هو مو بمهرجان إنما في مسرحية سوق عكاظ عرضنا في مسرح ألبرت هول في لندن اللي يتسع لأكثر من 3000 متفرج المهرجانات تعلم الممثل كيف يلتقي به زميل الممثل الأجنبي أو العربي أو الجوائز هي ملقمة بالجائزة
القيمة بالمن من هو الذي قدم هذه الجائزة. فالجوائز كثيرة يعني. أقربها إلى قلبك. أكو جائزة أفضل ممثل عن مسرحية الثعلب والعنب بال74، وجائزة أفضل ممثل سينمائي عن فيلم النهر، جائزة أفضل ممثل عربي تلفزيوني في تمثيلية الصفعة أنا وكرم مطاوع الله يرحمه، عرضت في الكويت، كان أول مهرجان للتمثيلية العربية وعرضت عشرات التمثيليات من أقطار عربية. نعم. وإذا يفوز ممثل اسمه سامي قفطان بجائزة أفضل ممثل عربي، وهذا الخبر طبعا مر مرور الكرام من الدربية راح بوقته. نعم. عمل آخر لسامي قفطان مر مرور الكرام، هو عمل مهم جدا، انعرض بالعراق وخارج العراق، وهي تجربة ربما تكون الأولى من نوعها في الوطن العربي. أتكلم عن مسرحية صورة وصوت لناهد الرماح وسامي قفطان. حدثني عنها. هو صورة وصوت، هو كان على أساس مسرحية كتبها الفلاح شاكر. نعم. بس ناهد كلفتني قلت لي اكتب أنت، كتبناها. المهم صورة وصوت هي حياتنا هذا الرماح، حياتنا، حياته اللي عاشته بالغربة بعد أن فقدت بصرها على مسرح بغداد في إحدى المسرحيات، مثل رأس العمد. نعم. وراحت تتعالج بس العلاج صار غلط وخلص بعد فقدت بصرها نهائي لحد اليوم، لحد الآن. فاستغلت هاي الفرصة، لكن تعبت يعني شون أخرجت العمل ثلاثة أشهر تمارين وهي شخصيتين فقط. نعم. بس أنا وناهد. أنا طبعاً تحياتنا لفنانتنا الرائعة. تحياتنا لها ولكل الزملاء. كيف تحرك بصير على المسرح؟ كنت أعتمد على رجليها. نطخ الميز باليسرى معناها الجمهور صار باليسرى. نعم. والديكور صار باليمنى. من تتحرك تروح كنت أستثمر الإكسسوارات الموجودة، وهي كونة فنانة كبيرة وعندها إمكانية التركيز العالي. فمن شافوها الناس على المسرح قالوا مستحيل فاقد البصر تحركت. هاي تجربة أنا أعتبرها الأولى. نعم. رغم أنه الأستاذ جبار حسن زوج الفنانة من عامر الربيعي تحياتنا لهم اثنينهم، تحياتنا لهم، سووا هاي التجربة بس مع أطفال يعني فاقدي البصر بوقتها بتمثيلية أو مسرحية صغيرة. بس أن تجي تدرب ممثلة وتعرض مسرحية أكثر من ساعة هي هنا تكمن الصعوبة. هذا الخبر مر مرور الكرام، انعرض بالمسرح الوطني. نعم. يوم واحد ويوم الثاني لإعلان صورة بوستر للمسرحية ما موجودة بالمسرح. معروف هل هو يعني ما يريدون هالتجربة تنجح، علما انه بلندن لا اشتغلت فترة وكان ردود الفعل. حاليا شنو حلم سامي قفطان؟ أن يرجع المسرح العراقي مثل ما كان. المسرح العراقي اللي بدون فشاير وبدون غلط وبدون إهانة الممثل. نعم. وبدون الحاكي مع الجمهور. شلونك اليوم تروح هنا ويرجع للماكو. هذا الحلم. وبدون ذول اللي يشرون نفسهم على القاع ويظلون يتحركون حركة. هذا واحد هذا يكفخ به على أساس الدور يطلب الشكل. بعدين نخلق جيل مع الأسف. نخلق جيل متلقي. إذا ما تقدم لهذا النوع من المسرحيات ما يجي. كان عندي هاجس وحسيت انه على وشك ان انفذه، انه كيف طيب ليه يجي الجمهور للمسرح؟ قال لي انا اروح له. شلون تروح للسلسلة؟ اروح له اجيب مسرحيه واجيب ممثلين نتمرن عليها ونسجلها على الستيج. نعم. تسجيل مثل ما نسجل تمثيليه، سويتها اسم البرنامج مسرح التلفزيون. نعم. تشوف انت الإضاءة موجودة والستائر والبنطرونات. إذن تحتاج إلى مؤسسة إعلامية تتبنى هذا المشروع. قدمت المشروع، طرقت أبواب. نعم. وما حصلت نتيجة. بعدين جازفت قلت خلي أشوف، فتحت دائرة السينما والمسرح. نعم. قدموا لي المساعدة مشكورين، وشبكة الإعلام العراقية هذا خبر سابق لأوانة بس مو مشكلة نقوله. نعم. تبنت المشروع ورصدت مبلغ لا بأس به، وبدينا بأول تجربة مسرحية اسمها حرامي في ورطة عن مسرحية الاستلاب. وأنا قبل ما أجي أشرف بهذا اللقاء كنت منتهي من تصوير بعض المشاهد. نعم. وصورناها على المسرح الوطني. بعد المونتاج سويت تجربة
اضافيه انه اكو بعض المشاهد خارجيه. نعم. يعني من يدخل على المسرح يروح لغرفه النوم. ما اقدر ابني غرفه نوم على المسرح. بالفعل. فجبتهم ببيتنا. صوروا غرفه النوم مالتي. مشهد عندنا بالمطبخ صورنا بالمطبخ. نعم. هاي بالمونتاج تحس انت تشوف مسرحيه بها نكهه تلفزيونيه. جميل جدا، فكره جميله، نتمنى لك الموفقيه في هذا المشروع. في ختام هاي الحلقه وبعد هاي المسيره الطويله المكلله بالنجاح للاستاذ سامي قفطان، شنو أخذ سامي قفطان من الفن، والفن شنو أخذ من سامي قفطان؟ الفن أخذ مني يعني هذا عمري اللي يعني ما متوقع أن يصل بي الحال أنه أنتظر شوكة تعطوني دور، مو استجداء، لا، مو حالي أنا، حال كثير من الممثلين، وحتى إذا أعطوا هذه الأدوار فيها أدوار يأخذوها على مرض حتى يستمر. ومعذورين اصحاب القرار. هذا الواقع يا كل فنان العراقي يلاحظ الدموع بعينك استاذ سامي. لا عادي عادي. الممثل بالذات اكثر من 80% ل 90% يجوز حتى لو 100% يشكون من عدم احتضانهم من قبل مؤسسات. وهاي المؤسسات موجوده وممكن هاي وحده. الفن انطاني حب الناس. نعم. شو نقطة تفتيش الثانية أفوت بها كلهم يسلم عليهم مش قلت حلو. أتذكر مرة وأنا حاجيه أكثر منه بالتاكسي واحد شافني قال أستاذ سامي إسا حسينا بالأمان. شوف هذا شو كبره من تمشي بالشارع والناس شو أنا عيني ألأ. هذا انطاني هالفن وفد عطاء يعني ما يعوض المليون والمليونين والمليارات اطلاقا. بعد هذا النجاح الكبير والتاثير الكبير بالمجتمع واللي قدمته للبلد بالتاكيد انت وزملائك تتالمون كثير من الواقع اللي وصل الى الفن العراقي والفنان العراقي حاليا. احنا نريد بلدنا يستقر، تروح هاي المشاكل، يطلع المواطن بطوله وما يفكر راح يصير هنا عبو وهنا انفجار وما يسمع هاي الاخبار وهي حتما لازم لها نهايه. لا والله أنا أصور أرجع عمري 20 سنة وبقية الفنانين يرجع عمرهم وتبدي الهبة ويبدي النشاط مرة أخرى. بس خلي يصير الاستقرار. ختاما شو يمثل لك العراق؟ شو يمثل العراق الفنان العراقي؟ وطني العراق، كل ذرة من دمي، كل خلية في جسمي، مو بس أنا، المصري نفس الشيء يقول والأردني والسوري. يعني أنت إذا ما عندك وطن ماكو داعي تعيش، رغم انه هذا الوطن جريح حالي. مهما يكون ما اعتب على اللي غادر الوطن، ما غادره تحت ظروف، نعم، بس اعتب على البعض من الاخوان. هاي مشهور بالفيسبوك، يعني ما اعرف شو السر، شوفه ماكو يم البحر وراش اللالات. انا هنا هسه الله ايش قد حلو الجو، عود تحياتي لكم. هاي يكتب وغير واحد قاعد بالطياره، انا الان في طريقي لا شيكاغو تحيات. ليش دا تغيظنا انت؟ متهم كنت لو باقي هم تبقى مثلنا وهذا بلدك. روح عيني سافرت، رحت خارج اللاجئ وعشت، ما يخالف، بس ماكو داعي تطلع بالتلفزيون وتقول الله اخ العراق اريد ارجع، اتمنى ارجع واشوف السادة ابو نواس والسمك المزقوف. بدك ترجع من لازمك مو بالفعل، او لا تقولها. مع ذلك معذورين هم، وإن شاء الله تروح هذه الغمة مثل ما يقولون ويرجعوا. أنا واثق يرجعوا لأكثرهم ونسوي لقاء آخر إن شاء الله، نجوز لقاء آخر في لكيش. ما انتهت حكاياتنا ولا زالت الخفايا أكثر بحياة مشاهيرنا. انتظرونا مع حلقات قادمة أخرى وضيوف آخرين وحكايا وخفايا جديدة. إلى اللقاء.